تسوي العمليات صحيح هذه. طيب بالنسبة اللي هي عمليات الشفط والشد، في شد الجلد فقط وفي شد للعضلات صحيح دكتور؟ غالبا هذه للبطن. اي للبطن. البطن افترضي واحدة كانت مثلا حملت مرتين ثلاثة أربعة. ثلاث أربع مرات. أوكي. العضلتين أي. اللي في نص البطن اللي تيجي من تحت الثدي إلى أي. إلى تحت هذه تبدأ مع كثرة الحمل تبعد عن بعض. أيوة. لما نبدأ نسوي عملية شد البطن نرجعها جنب نرجع بعض مكان. ونخيطهم في بعض ونخليها. فهذه أصلاً هي اللي تدي الإحساس الحلو حق الشد. أيوة. أوكي. مشكلتها أنها توجع شوية. الألم اللي يصير بعد العملية شد البطن هو غالباً من ألم خياطة البطن. طب ليش نسويها؟ لأنه منطقة أعلى البطن اللي زي منطقة الكرشة تقريباً. أيوة. لو ما سويناها تصير منفوخة، حتى لو شدينا الجلد في دايماً المعدة أو الأمعاء تبدأ تدف الأنسجة هناك، فيصير في النفخة هذه، فلازم تتسوى عشان تصير شكل البطن حلو. أيوة. عمليات البطن من العمليات الشائعة جداً، شد البطن من العمليات اللي تغير حياة المريض والمريضة، خصوصاً إذا كان عندهم ولادات كثيرة وتراخل كثير تلاقيها. أيوة. نحيفة وجسمها حلو، لكن بس عندها تراخل، لكن التراهلات. أيوة. تلاقيها يعني في على قولهم طبق الجلد. فالعملية تأخذ حوالي ساعتين. المريضة تمشي من المستشفى ثاني يوم بعد العملية. أيوة. تأخذ مسكنات آلام، وإحنا طبعاً يبدأوا يمشوا في نفس يوم العملية، لازم يبدأوا يمشوا وتقدر تروح بيتها إن شاء الله. هل تتم